اخواتي واخواتاتي والميمات، كنتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبافضل الاحوال. يوم جديد وفيديو جديد ان شاء الله على القناه. اليوم غنشارك معكم الطريقه ديال التحضير الفواكه المعسله بقشور الضلع كيف ما كتشوفوا معايا، فبقاو معايا باش تعرفوا على الطريقه. ودابا بسم الله نبدا على بركه الله نقطع الضلع. كنقطعوا كاع هاد الحموريه اللي كتكون، ونقشروه ونستمر بنفس الطريقة. ونبدأ نقشر. حنا كنحيدو له كاع القشرة. ودابا بعد ما ساليت من التنقيه ديال الكميه اللي بغيت ديال القشره ديال الضلع، غنبدا نقطعها بشكل متساوي. قطعوها مربعات ما كبار ما صغار. ودائما كنقول لكم، فإذا كنتم من الناس اللي التحقوا جداد بالقناه فاضغطوا لايك واشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. مرحبا بالجميع معايا، ونستمر بنفس الطريقه. صراحه هاد الفواكه المعسله بالقشور ديال الضلع فهما كيتباعوا شويه غاليين، من الاحسن نصايبوهم في المنزل ديالنا فهما كيجيو ناجحين، وكنستعملوهم في الكيك وكنزينو بهم الحلويات. ونستمر نقطع كاع الكميه كلها اللي عندي ونرجع معاكم، بقاو معايا. ودابا كيف ما كتشوفوا معايا فانا ساليت من التقطاع ديال الكميه اللي بغيت ديال القشور ديال الضلع كلهم مربعات، وغناخذ كاس ديال العنبه ونبدا نعبر. شحال من كاس عندي ديال القشور، صافي، ونوضع في الكوكوط. توضعوا في شي طنجره فاش غيطيب او كوكوط او اللي بغيتو. ودابا فانا عبرت، لقيت 10 ديال الكؤوس ديال القشره ديال الضلع اللي قطعت، 10 ديال الكؤوس ديال العنبه، وغنوضع واحد شويه ديال المليحه، طريقه ديال الملحه. وبما اني حطيت 10 ديال الكؤوس ديال القشور ديال الضلع، غنضيف 5 ديال الماء في نوضعو فوق النار يطيب، ما نخليوهش يطيب عاود اكثر من القياس، المهم على القياس.
صافي انا وضعته فوق النار يطيب ونرجع معكم. ودابا كيف ما كتشوفوا معايا القشور ديال الدلع هما طابوا كيرجع اللون ديالهم شفاف كيف ما كتشوفوا. صافي ها هما طابوا ودابا غنضيف سنيده فباقي شويه الماء ما غنزيد لا ما لا والو. صافي غنزيد غير سكر سنيده كل كاس كنزيدوه نص كاس ديال سنيده فانا كنت عبرت 10 ديال الكؤوس. الرابع صافي هذا الكاس الخامس فاحنا وضعنا 10 ديال الكؤوس ديال القشره ديال الدلع وضفت 5 ديال الكؤوس. ودابا غنحرك مزيان باش تذوب ليا سنيده وغنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الكليكوز ونخلي الفواكه ديالي تعسلو مزيان. غنضيف معلقه كبيره ديال الكليكوز فهو كيساعد باش يعطينا ديك التعسيله الزوينه. صافي ودابا كيف ما كتشوفوا معايا ها هما طابوا تعسلوا بقى عندي واحد شويه ديال السائل فاش تعسل. صافي وعندي هنايا جوج ديال الالوان غذائيه الاحمر والاصفر هادشي اللي قدرت نلقاه في الحانوت حدايا. بالنسبه لكم ممكن تستعملوا اي لون بغيتوه مثلا الاخضر البرتقالي اي لون بغيتوه. ودابا غنبدا على بركه الله بسم الله غنقسم هاد الكميه على ثلاثة وحده غنخليها نفس هاد اللون ما نزيدهاش الملون الغذائي وجوج واحد غنلونه بالاصفر والثاني بالاحمر. بصراحه كيف ما كتشوفوا معايا الفواكه المعسله ديالنا كيجيو زويونين بزاف. وبالنسبه لهذا اللي غادي نستعمل فيه الصباغه الغذائيه اللي هي غبره غناخد شويه السائل مع الطريفات اللي عندي صافي. ودابا غنبدا على بركه الله ناخذ الملون الاصفر ونخلط نخلط مزيان عاد نشوف واش نزيد الملون او نكتفي بهذا القدر. كيف ما كتشوفوا معايا اللون كيجي رائع كيجي زوين. وكيف ما كنعرفوا هاد الفواكه المعسله والمجففه كتباع شويه غاليه وهذه فرصه اننا نحضروها في البيت فالطريقه سهله ومضمونه. ونخوي من هذه الصباغه الغذائيه ونخلط كذلك باش نشوف واش نزيد اولا نكتفي. نزيد شويه
ونخلط مزيان. ودابا كيف ما كتشوفوا معايا خديت ورق المطبخ، اي ورق الطبخ، وسرحت فوق منه الفواكه ديالي المعسله، وغنخليهم في شي بلاصه مهويه ونبقى نحركهم حتى ينشفوا ليا ونرجع لكم بالشكل النهائي. ودابا هاني رجعت معكم بالشكل النهائي ديال الفواكه المجففه والمعسله اللي صيبناها من القشور ديال الضلع كيف ما كتشوفوا معايا. فانا خليتهم مده يومين غفضل حتى ولاو عندي بحال هكذا جافين. فهما كيجيو جافين ومعلكين، كيجيو زويونين بزاف كيف ما كتشوفوا معايا. وهذا اللون الاحمر كذلك، فاحنا كننشفوهم في الظل مع التحريك مره مره، كنبقاو نحركوهم باش ما كيبقاوش مزدين، كيرجعوا عندنا حبه حبه. ودابا غنصيبهم غنوضعهم في الاطباق كيف ما كتشوفوا معايا. فاحنا صيبناهم بطريقه سهله ومضمونه، كنستغلوا الفرصه ونصيبوهم ونحضروهم في المنزل. بالنسبة للطريقة ديال التخزين ديال هاد الفواكه ديال قشور الضلع المعسلة، فمني كنشفوهم فهما كيبقاو لينا على طول العام، نوضعهم في بلاستيك غذائي ونوضعهم في المجمد وكيبقاو لينا على طول العام. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفواكه ديالنا المعسلة والمجففة، فهما كيجيو زويونين ومعلكين من الداخل كيف ما كتشوفوا. مرحبا بأي استفسار واي تساؤل ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع احبابكم واصحابكم وتضغطوا لايك وتشتركوا في القناه. ودابا كنقول لكم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء باذن الله.